السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليمة مع حليمة. وصفتنا اليوم تاكوس بالنوغات، كيشي جديد ومختلف على التاكوس العادي، فبقوا معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوا. غادي نحتاجوا في المكونات بطاطا اللي غنقليوها، خبز ديال التاكوس، شابلور، دقيق، بيض، خس مقطع، مطيشة مقطعة، الكفتة ديال الدجاج يعني صدر الدجاج كنشدوه وكنطحنوه، ملح، صوص الجيريان، بودرة ديال التوم، شرائح ديال الفرماج، معدنوس، بزار والملح. نخليكم مع لائحة المكونات وغندوزو مباشرة طريقة التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي. أول حاجة غادي نوجدو هي صدر الدجاج، غادي نزيدو ليه الملح على حسب الذوق، البزار، المعدنوس، وبودرة ديال التوم أو التوم مجفف، ممكن أننا نعوضو بالتوم طري. كنخلطو الكفتة ديالنا وكنشكلو منها كويرات على حسب الرغبة واش كبار ولا صغار. بالنسبة للكفتة الدجاج إذا كانت عندكم مطحونة بزاف ممكن انكم تزيدوا لها شويه ديال لا شابلور باش كتجمع راسها وكتجي سهله انها تشكل. غنزيد منها واحد المعلقه كبيره، صافي، وغادي نستمر كنخلط مزيان. ممكن اننا نزيدوا اضافات لهاد الكفته على حسب الذوق. كناخذوا شويه ديال الزيت كندوزو يدينا فيها باش ما كيلصق ليناش صدر الدجاج فيها، وكنشكلو كويرات بهذا الشكل على شكل اوفال ماشي دائرين 100%. وغنستمر بنفس الطريقه حتى كنشكلهم كاملين بنفس الشكل، ونرجعو باش ندوزوهم في الدقيق البيض ولا شابلور ونقليوهم. بعد ما قديناهم بهذا الشكل غندوزو مباشره باش نقليوهم. غنديروهم اولا الدقيق، من بعد البيض، ومن بعد غادي ناخذوهم لا شابلور. كنكون دايرين مقله كتسخن مزيان الزيت باش مباشره نقليهم، او ممكن انكم توجدوهم كاملين عاد تبداو تقلي. العافيه كتكون متوسطه، صافي، وكنحطوهم بهذا الشكل. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، دقيق، البيض، ومن بعد لا شابلور، وكنديروه في المقله. صافي كنخليهم يتقلاو من الجهتين، كنديرهم فرق الطبخ ونرجعو باش نعمرو بهم خبز التاكوس. بعد ما قلينا النوغات قلينا الفريت، غادي ناخذو الخبز ديال التاكوس غادي نديرو فيه صوص الجيريان على حسب الذوق. غادي نديرو الخس، مطيشة، النوغات، فرماج ديال الساندويتش او فرماج محكوك، ونفوقو الفريت. الا بغينا في هذه المرحله نزيدو الكيتشوب حتى هو كيجي مزيان، صافي، وغادي نطويو بالطريقه وبالشكل اللي بغيتو. مباشره غادي نديروه في الاله ديال البانيني، الا ما عندناش نديروه غير فشي مقله نبركو عليها بشي حاجه باش كتاخذ لينا لا فورم. صافي وكنخليوه يتحمر
في الاله ديال البانيني اللي ما عندناش كناخذوا مقله وكنتقلوا عليها بشي حاجه وكنخليهم يتحمروا ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الشكل النهائي ديال الطاكوس ديالنا بعد ما حمرناه اكيد كيجي لذيذ وسهل في التحضير. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ديال اليوم. شكرا لكم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.